بسم الله الرحمن الرحيم. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. صدق الله العظيم. في إطار الجهود المبذولة لتوحيد العمل وتنظيم الصفوف ضمن كتائب وألوية الجيش السوري الحر، نعلن نحن كتائب المغاوير العاملة في القصير وريف حمص الجنوبي، نعلن عن انضوائنا ضمن قوات المغاوير والتي تضم تشكيلات عسكرية وكتائب ثورية في كافة الأراضي السورية، كما ونؤكد على التزامنا بالعمل الموحد والمشترك لقوات المغاوير لتحقيق أهداف ثورتنا المباركة المتمثلة بمرضاة الله والدفاع عن شعبنا الذي خرج مطالبا بحريته وكرامته لإسقاط نظام الأسد المجرم بكافة رموزه وتقديمه لمحاكمة عادلة مع كل من تورط في سفك الدماء السورية الطاهرة لينالوا قصاصهم العادل. ونعاهد الله أن نضع أنفسنا وسلاحنا في خدمة الوطن وأن نحافظ على وحدة التراب السوري بكافة مكوناته وأطيافه. والله ولي التوفيق. تكبير.